مواصفات زوج المستقبلي أنا عزيز علي الزين. هذا طبيعي جدا لأن بغيت جينات حلوة باش نولد وليدات زوينين. إنه بغيت فاش نفيق الصبح نرقى وجه حلو قدامي، الواحد يعني كيصطبح على الخير مش على الوجه. ما يعجبنيش الرجل اللي يفيق متنكد، I don't like it. يا أخي أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد يضحك ويبتسم. شنو بغيتي عاوتاني؟ أكيد يكون طيب. الطيبة بالنسبة لي شيء جدا مهم جدا مهم. إذا كان طيب فهو غيحطني دائما بين عيونه، إذا كان طيب غيخاف الله فيا، إذا كان طيب عمره ما غيرميني ولا غيفكر أنه يكون دائما ما يبقى يقول حرام هات المرأة هذه حرام. شو بعد؟ وأكيد ماديا يعني يكون، ما أقولكش ملياردير، لكن يكون للحياة الطيبة، المعيشة اللي أنا كان عيشة، يعني نقدر نسافر، نقدر نقرب وليداتي في مدرسة مزيانة، نلبس مزيان، لا ندير شيء جميل، لا ندير شيء حاجة، you know. وشو بعد؟ yeah, that's it. وطبعا ما يخون، لأن أكره شيء اسمه الخيانة. نأذيت من الخيانة ونأذت أمي من الخيانة، فما نبغيش نستقر مع إنسان خائن. أنا من طبعي ما كان سامحش في هذا الموضوع، لأن لو اللي خان مرة يكون مرة واثنين وثلاثة.